شكرا جزيلا لا في كوموندمون ديال الطبيعه التي خلعتها هذه المرايا تعلق كما تتبعتم اليوم فقد تم تدشين المقر الجديد لمصلحه السجل التجاري التابع للمحكمه التجاريه بالدار البيضاء. كما تعرفون ان منذ تدشين البنايه بنايه المحكمه التجاريه ومحكمه الاستئناف التجاريه بالدار البيضاء كانت مصلحة السجل التجاري تدخل ضمن هذه البناية وكانت تعاني من بعض الضيق، وتم طبيعة الحال تهيئة هذه البناية التي تقع في قلب مدينة الدار البيضاء التي تعتبر هي القلب النابض طبيعة الحال للاقتصاد المغربي، وذلك لتمكين جميع المستثمرين والمقبلين على هذه المصلحة من القيام بإجراءاتهم في راحة شاملة وبنوع من الشفافية والنجاعة والسرعة. وهذا ما تم بعد تدشين هذه المعلمة وهذه البناية، وقد تفاعلت جميع الجهات المعنية بتهيئ هذه مقر هذه البناية ليضم ويأوي جميع المكاتب المتعلقة بمصلحة السجل التجاري، وهذا كما قلت من شأنه أن ينعكس إيجابا على كل الإجراءات التي تتم على مستوى السجل التجاري من سحب الشواهد، من تسجيل، من قيام بعملية تعديل لمسار الشركات، من تقديم القوائم التركيبية. وإن كان نحن نأمل أن تتم هذه العمليات بطبيعة الحال على مستوى هذه المصلحة كذلك عن بعد، وستبقى هذه المصلحة بطبيعة الحال هي تلعب دور مهم فيما يتعلق بخدمة المواطنين كما قلت بنجاعة وبشفافية. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.